السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة الطبخ فاطمة كويزين. اليوم غادي نحضروا لي مادلان ولا لي مافن بثلاث أذواق مختلفة. حضرت عجينة واحدة قسمتها على ثلاثة وبواسطة حيل صغيرة حضرنا هاد الأذواق. أنا هي العجينة اللي حضرتها استعملت 8 بيض، حضرت يعني عجينة كبيرة. إلا بغيتوا عجينة متوسطة قسموا المقادير على 2 يعني 4 بيض، ولا بغيتوا عجينة صغيرة قسموا المقادير على 4 يعني 2 بيض. وما تنسوش أخواتي إذا عجبكم الفيديو ديروا لي جا وخلوا لي تعليق. والآن سنمر مباشرة إلى المكونات وطريقة التحضير. بسم الله. بالنسبة لمكونات العجينة غادي نحتاجو 8 بيض، إلا بغيتو كمية قليلة قسموا المقادير على 2 ولا على 4. بالنسبة ل 8 بيض سنحتاج إلى 400 مليلتر نتاع الزيت، ما يعادل 2 كوب غير مملوئين. نحتاج إلى السكر 500 غرام أو 2 كوب مملوئين جيدا، يعني الكوب الذي يزن 250 مليلتر نتاع ماء. هنا عندي الحليب 200 مليلتر. من بعد غادي في كل نوع نشوفوا الإضافة اللي أضفتها. عامة أنا نستعمل 2 كوب في هذه المقادير. هنا عندي سكر فانيلا 40 غرام ولا 4 كيس، وأيضا خميرة الحلوى 40 غرام ولا 4 كيس. ونحتاج إلى الفارينة أو الدقيق الأبيض يكون مغربل، نحتاج بالضبط 800 غرام. أول حاجة نعملوها غادي نخلطو خميرة الحلوى مع الفارينة ونخلوهم على جهة. هذا الخليط غادي نضيفوه في الأخير. بعد هنا في الإناء وضعت البيض، وضعت أيضا القرصة نتاع الملح ما تكرتهاش مع المكونات في الأول، وضعت سكر فانيلا ونزيدو السكر، وغادي نخلطوا هذه المكونات جيدا حتى نشوفوا السكر ذاب وتحصلنا على خليط كريمي. هذا الخليط الكريمي هو اللي يعطي هشاشه للحلويات. غادي هنايا نستعملوا العجان، الا ما كانش عندكم حاضر تقدروا فقط تخلطوا بواسطه الدراب الكهربائي العادي. بعد ما نتحصلوا على خليط كريمي غادي نضيفوا الزيت 400 مللتر يعني 2 كوب، ناقصين منهم غير شويه، الكوب الذي يزن 250 مللتر تاع ماء. نخلطوا قليلا غير نشوفوا الزيت اندمج مع المكونات. نضيفوا الحليب، وهنا الحليب اضفت فقط 200 مللتر لان الوصفه الاصليه الا حضرتوا نوع واحد انا نستعمل 400 مللتر نتاع حليب، لكن اضفت فقط 200 مللتر لاننا من بعد في كل نوع غادي نزيدوا اضافه. وفي الاخير هنايا اضفت المزيج نتاع الفارينه وخميره الحلوى اللي خلطناهم في الاول. في الاول دائما خلطوا ببطء باش الفارينه ما تخرج لكمش من الاناء، من بعد اقعدوا تخلطوا حتى تتحصلوا على خليط يكون متجانس. وهذاك الخليط هو اللي غادي نقسموه الى ثلاثة، وكل نوع غادي نزيدوا اضافة. بعد ما هنا تحصلنا على خليط متجانس نحبسوا من الخلط. غادي نقسموا العجينة الى ثلاثة حصص كما راكم تلاحظوا في الصورة. الحصة الاولى هنايا اضفت لها الشوكولا، هنايا قابسة تاع الشوكولا طحنتها، ولا تقدروا تضيفوا حبيبات تاع الشوكولا. واضفت لها ايضا نصف كوب نتاع حليب، يعني اقل من نصف كوب، واحد 100 مليلتر. احنا نخلطوا الحليب مع العجينه حتى نشوفوها اندمجوا مليح، وفي الاخير نزيدوا الشوكولا. يعني هذا النوع تاع لي مافن ولا مادلين شفتوه معايا عده مرات، هنايا فقط التلت نتاعه استعملته شوكولا، والباقي غادي واحد نستعمل فيه الجزر وواحد نستعمل فيه التفاح. هنا للتغيير هنايا بعد ما تحصلنا على خليط متجانس نضع العجينة تاعنا في جيب حلواني ونملؤوا القوالب نتاعنا. والقوالب لازم تملؤوهم فقط ثلث ارباع الارتفاع لانه من بعد غادي يزيدوا ينتفقوا لكم. وهنا ثاني ملاحظه مهمه، ما لازمش تطيبوهم مباشره، يعني ماشي غير تكملوا تطيبوهم، خلوهم يرتاحوا شويه حتى تتكون كل قشره هكا تقولوا من الفوق، من تشوفوهم تحسبوا كانهم راهم ناشفين، من بعد عاد طيبوهم. هذيك القشره كي تكون كاينه وتدخلوا المادلان للفرن هي اللي غادي تخليه يتشقق لكم مليح، لانه كاين بزاف الاخوات اللي يقول لك ما يتشقنا جانا مسطح، يعني ما لازمش تطيبوه مباشره. هنا كما لاحظتوا زدت وضعت شويه عجينه من الفوق باش يجيكم بومبي مليح، وتقدروا من الفوق ثاني اما تزينوه بشويه شوكولا ولا بيبيتو شوكولا ولا شويه نتاع سكر. بالنسبه للحصه الثانيه هنايا الجزر 100 غرام تاع جزر قطعتها الى قطع صغيره، وضعت لها الماء وخليتها حتى طابت مليح، من بعد طحنت جيدا رجعتها كيما لا بيغي. اضفت لها ملعقه صغيره نتاع سكر، نصف ملعقه صغيره سكر فانيلا، وربع ملعقه صغيره نتاع قرفه. بالنسبه للسكر الا شفتوا الجزر حلو تقدروا الاستغناء عليه. خلطوا جيدا، وهذا الخليط بالتقريب عطاني نصف كوب، هذا الكوب الذي يزيد 250 مللتر نتاع ماء. هذا الخليط هو اللي غادي نضيفه
للحصه الثانيه نتاع العجينه، غادي يعطيها لون وايضا يعطيها خفه ويجي ايضا بنين، يعني واحد الذوق مميز. بعد غادي نخلطوا مليح الخليط نتاع الجزر مع العجينه حتى تشوفوا هكا الخليط ولا متجانس. من بعد نوضعوا العجينه في جيب حلواني ونعمروا القوالب. استعملت هذه النوعيه تاع القوالب، ودائما من تعمروا ما تعمروش حتى الفوق، لازم خلو شويه فراغ باش هكاك ما من يطيب لكم ما يسيح لكمش من القوالب. وتقدروا ايضا من الفوق توضعوا شويه نتاع السكر، ولازم تاني تخلوهم يرتاحوا، يعني ما طيبوهمش مباشره. انا حضرت جميع العجينه، عمرت جميع القوالب، خليتهم يرتاحوا باش سخنت الفرن. بالنسبه للحصه الثالثه، هنايا عندي حبه تفاح غسلتها قشرتها وربيتها. الا كان التفاح حلو ما تكثروش فيه السكر، انا هنايا اضفت فيه ملعقه كبيره نتاع السكر البني، يعطي ذوق ثاني مميز. السكر البني مع التفاح عندها واحد البنه وحدها. الا ما كانش عندكم حاضر ضيفوا شويه سكر شويه قرفه، بعد تخلطوهم مليح وتزيدوهم للعجينه. يعني هنا التفاح ما طيبتاش، غير ربيته وضعته مباشره في العجينه. هذا ثاني هذا النوع تاع المادلين يجي مميز، عنده ذوق مغاير. هنايا غادي نخلطوا مليح العجينه، يعني التفاح مع العجينه، من بعد نوضعوهم في القوالب وتعمروا ايضا هنايا ثلاث ارباع تاع القوالب، يعني خلو شويه فراغ. ومن الفوق تقدروا اما توضعوا شويه شوكولا لا حبيتم ولا السكر، انا وضعت فقط السكر من الفوق. ودائما العجينه الا كانت تبقات لكم الاخير زيدوا شويه شويه من الفوق باش يجيكم بومبي. وهذا البلاطو تاني خليته ارتاح، من بعد طيبتهم، يعني خليتهم ارتاحوا بالتقريب واحد 30 دقيقه. بالنسبه لاذواق اخرى كما لاحظتوا هنايا وضعنا الجزر وضعنا ايضا التفاح، تقدروا ايضا ديروا الموز او البانان. يعني الموز هكا قبل ما تزيدوه للعجينه تطحنوه ولا غير بواسطه الشوكات تضغطوا عليه مليح وتزيدوه للعجينه. وهنايا خليتهم كما قلت لكم ارتاحوا 30 دقيقه حتى تشوفوا وكانه كاينه قشره من الفوق، يعني ماشي قشره تكون هكاك باينه، مي زعما كي تشوفوا تحطوا صباحكم تلقوا باللي راها شويه ناشفه. عاد باش نطيبوهم ونسخنوا الفرن على درجه حراره عاليه في الاول 200 درجه مئويه، من تلحق هذيك درجه الحراره نقصوا عليها شويه ونطيبوا فقط ببلاطو واحد. نوضعوا البلاطو في وسط الفرن ومده الطهي كانت بالتقريب 20 دقيقه لكل بلاطو. علاش نطيبوا بلاطو واحد؟ باش ينتفخوا لكم مليح ويتحمروا لكم غايه. كما لاحظتوا هنايا شوفوا هنايا الذوق نتاع الشوكولا كيفاش يجي، هذا تاع الجزر يجي خفيف خفيف واحد البنه شابه بزاف. والنوع الثالث ثاني دوك تشوفوه تاع التفاح، يعني هنا بواسطه عجينه واحده كما لاحظتوا حضرنا ثلاث انواع للتغيير. وانا دائما نحضر كميه كبيره واللي تتبقى لي نوضعها في اكياس بلاستيكيه في المجمد، يعني في نفس اليوم نوضعها في المجمد باش نهار نجبدها وتيكونجلالي يبقى عندها القوى وكانكم حضرتوها في نفس اليوم. وصلنا الى نهايه الوصفه نتاع اليوم، وان شاء الله تكون عجبتكم. نقول لكم مع السلامه والى فيديو جديد ان شاء الله.